اللي جاي مع الاحتفال بأعياد الكريسماس. يا رب أيامنا كلها أعياد يا محمد. وعايزة أقول لك إن الفترة دي عموما يعني بيكون فيها نشاط سياحي كبير جدا. إحنا عارفين إن أصلا فصل الخريف من أحسن فصول السنة في مصر اللي ممكن أي حد يجي يزورنا فيها. أولا عندنا الشمس موجودة طول السنة الحمد لله، الجو حلو، لا هو حر ولا هو برد قوي، فيساعد على إن أنت تيجي، خصوصا بقى في الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، البحر الأحمر، والله وكل الأماكن في مصر حتى الواحات كلها. علشان كده بنلاقي استعداد بقى مكثف من وزارة الطيران المدني وشركات السياحة والمطارات والفنادق علشان تستقبل الوفود الجاية لمصر علشان تحضر احتفالات رأس السنة. اللي خليني أقول لحضراتكم إن الحمد لله رب العالمين مصر من المقاصد السياحية المهمة جدا في احتفالات رأس السنة اللي بتشهد حضور كبير. ما بتكلمش بس على السياحة الأجنبية، لكن كمان بتكلم على السياحة من إخواتنا العرب، يعني الاتنين على حد سواء. وخليني أقول لحضراتكم خبر حلو بقى الصبح، ان في خبراء كتير توقعوا ان نسبة الاشغال في فنادق القاهرة تزيد، يعني نتكلم على اكتر من 40%. طبعا هنا انا بقارن بيه السنة اللي فاتت، وده كمان مع ارتفاع ملحوظ في اعداد الوفود الروسية، لان زي ما انتم عارفين الروس بيحبوا مصر جدا، والروس والانجليز والالمان، يعني الحمد لله رب العالمين مصر يعني ناس كتير بتحبها، لكن الوفود الروسية كمان المفروض انها هتزيد، لان هي بتحب تقضي اجازة الاعياد في المناطق السياحية، خاصة في يعني واحدة من اجمل الاماكن في مصر وهي جنوب سيناء.